كان اغلب الناس منتعشين واغلب الناس كان عندهم تخوف. فاول يوم كانت ناس يعني كانت مشجعه بس قليل جدا، بس بعد كده يوم ورا التاني الناس اللي بيشجعوا كان اكتر بكتير بصراحه. لا هو بالنسبه لاهلي هم بس في الاول يعني استغربوا شويه، كانوا مستغربين يعني والدي ووالدتي واخواتي، لكن تمام شجعوني. وبالنسبه لجوزي لا كان بيدعمني برضو ورحب بالفكره، يعني اكيد كان فيها نوع من الاستغراب شويه بس بصراحه كله كان بيدعمني. يعني والله انا عندي مزيج ما بين الفرحه وما بين المسؤوليه، لان انا طبعا يوميا بنقل الاف الركاب، فدي برضو مسؤوليه كبيره جدا، فمبسوطه وعندي احساس بالرهوه شويه من المسؤوليه بس تمام.